الملتقى ديال الشبيبه والتعادل والتنميه في المجال الاقتصادي، هو ملتقى متميز، هو بالفعل في اشاده حقيقيه بالطريقه ديال التعاطي ديال هذا الملتقى مع مختلف المواضيع، سواء مختلف المواضيع اللي هي مرتبطه بالهويه بالمجال الحضاري الاستشرافي، ولكن ايضا بالمجالات اللي هي ديال الميدانيه والمعيشيه. واليوم الجانب الاقتصادي قاربنا فيه الدور ديال النموذج التنموي المغربي واثاره على المجال ديال العداله الاجتماعيه، واللي بالفعل كانت فيه العديد من الاراء اللي هي مرتبطة بالطريقة ديال التعاطي ديال الحكومة مع مختلف القضايا القطاعية وأيضا القضايا المجالية. الشباب بالفعل رفعوا واحد المجموعة ديال الأسئلة اللي هي مرتبطة بكيفية استفادة المواطن من التطورات اللي كاينة في المجال الاقتصادي، وبالفعل اليوم الشباب من حقه على أنه يطرح التساؤل حول المستقبل، حول العمل، حول البطالة، ولكن أيضا حول الآفاق الإيجابية. الخطاب كان خطاب اللي هو بالفعل يتحدث عن نصف الفارغ، ولكن أيضا عن النصف الممتلئ من الكأس، واللي حاولنا من خلاله أن نعطيو الأمل للشباب ونوضحوا لهم مختلف الإنجازات اللي قامت بها الحكومة في هذه المرحلة، وهي تحية خاصة شبيبة العدالة والتنمية على هذا المنتدى وعلى هذا اللقاء بالأساس.